اهلا وسهلا بيكم، معكم محمد عبله. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع الحقيقه وراء الاقوال المغلوطه في عالم الاختراع والابتكار. والموضوع ده مهم جدا لانه الاقوال المغلوطه والمعتقدات الخاطئه للاسف بتاخرنا. انت بيبقى في بعض الحاجات انت بتعرفها بتفتكرها حقيقه وتفضل بالنسبه لك حائط والله بجد. يعني احنا زمان قبل طبعا التكنولوجيا والانترنت والكلام ده كان في بعض الحاجات احنا نسمع عنها لا تقول لا انا ما اقدرش اخش مسابقه مع دولي لان انا ضعيف، في ناس اقوى مني كتير. كنا كتير فاهمين كده، حاجات كتير قوي كانت سبب في تاخيرنا بتخلينا بخايفين ناخد الخطوه لان احنا متاكدين من جوانا ان احنا هناخد الخطوه دي هنخسر. كويس، فعشان كده انا عايز اقول لكم على بعض هي نقط. طبعا بعض على فكره في كلام اكتر من كده لكن هبدا اكلمكم. وكان برضو الاستاذ احمد مراد من اليمن سال سؤال كان احد القصص برضو اللي انا عثرتها بنفسي وراقبتها بنفسي، فعشان كده برضو ايه هتكلم عنها كاول نقطه وابدا اكلمكم على باقي النقط باذن الله. اول حاجه مشاريع الطاقه اللي هي لا تباع. هو بيسال السؤال ده ليه مشاريع الطاقه مش بتباع. خلينا نبدا لك القصه من الاول، والموضوع ده قديم قوي. فتره من زمان كده بدا يطلع اشاعات اللي انت لو انت فكرت في اختراع مثلا خاص بالطاقه، خاص باللي انت مثلا تخلي الموتور مثلا يشتغل مثلا بالهيدروجين، يشتغل بالكهرباء زي عربيات الكهرباء دلوقتي، شركات الكهرباء هتختالك، شركات العربيات اللي هي بالبنزين وبالسولار هتختالك، هيحصل لك اغتيال بجد. تخيل كان دي اقوال معروفه مسموع يعني تسمع عنها، فكان ناس كثيره تتكلم. كان يطلع مثلا مثال ايه يعني برضو حاجات اللي كانت الناس بتحط تحتها خطين وانا لو اسمعها اقول يمكن الناس عندها حق. مره طلع خبر من الامثله القويه، يعني طلع خبر مره لشخص قال انا اخترعت كارت زي البطاقه كده. الكارت ده يتشحن كويس بالكهرباء، تمام؟ لا هو على كلامه اللي الكارت ده جواه كهرباء مشحونه. يعني شوف الفكره، الله اعلم انا مش هقدر اقول الشخص ده ايه نظامه، بس هو خبر واحد طلع كويس. انا هو خبر غريب طبعا. كارت عباره عن كارت زي البطاقه كده، الكارت ده جواه كهرباء كويس. الكهرباء دي مش عارف تكفيك سنه، يعني تخيل. يعني انا عامل كارت ده جواه تكنولوجيا عاليه جدا لدرجه اللي هو الشخص ده عمله بنفسه كويس، وقال اللي هو فيه تكنولوجيا تجيب لك كهرباء لمده سنه. الخبر ده طلع كويس في جريده رسميه، وبعد كده الشخص ده اختفى ولا طلع في الاعلام ولا عرفنا. يعني هو كان اسمه معروف طبعا، يعني اسمه فلان الفلاني مش فاكر اسمه ايه كويس، لكن الشخص اختفى الموضوع. بدات الناس طبعا في مجموعه من المخترعين بداوا يتكلموا الشخص ده اختلوه عشان ده عمل توفير للطاقه والكلام ده كويس. فالاحداث دي كانت بتثبت او يعني الناس هي خلاص بتلاقي مشكله، بتلاقي حاجه، طب يمكن الشخص ده انا اسف يمكن كلامه مش صح، يمكن هي اتفهم او قتل. على فكره الصحفيين يحب يعمل سبق اعلام ويحب يعمل كده شو جامد فيكتب حاجه غلط. انا كان كتير يحصل بيني وبينهم مشاكل اقول له لا وريني خلاص بقى عندي مبدا، وريني المقال قبل تكتبه، ابص عليه كاتب لي حاجه تانية، كاتب لي انا حتى في جامعه تانية وهكذا يعني كويس. فالموضوع اللي هو في حاجات كانت بتاكد معلومه لا اللي انت لو عملت حاجه في الطاقه انت هتتضر، هيختلوك، هيحصل كذا. حصل مواقف بعد كده مثلا منها يعني برضو يأكد كلامي والحالة اللي أنا فيها مع ناس تانية. شركة شيل خدت فيها تدريب 2010 كويس؟ لا يمكن قبل، لا 2008 تمام؟ وإحنا قاعدين في القاعة وهم بيدونا تدريب مجانا في إدارة الأعمال، تدريب ممتاز جدا، حلو جدا كويس؟ ودكاترة مهمة وناس جاي من بره والكلام ده. فواحد قام سأل سؤال هو جوايا برضو، قال طيب انتوا ليه جايين تدونا الحاجات دي مجانا؟ انتوا عايزين تاخدوا عقولنا؟ واحد قال ايه طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ طب كذا اسئله فعلا جوايا، ليه الناس دي بتعمل كده؟ كانت غريبه بالنسبه لي اللي في حاجه كده. بداوا هم يتكلموا، بعد كده بداوا يتكلموا على حاجه اسمها المسؤوليه المجتمعيه. هي كان مجرد اول كلمه اسمعها عن الموضوع، بعد كده لقيت في بند اصلا قانوني للشركات كويس، انت لازم يبقى عندك مسؤوليه مجتمعيه. هتلاقي كل معظم الشركات يمكن في مصر دلوقتي خلاص الموضوع حتى وصل المسؤولية المجتمعية، لازم الشركات الكبيرة بيستفادوا طبعا، بيخففوا عنهم الضرائب ويعني لهم بعض المميزات التانية وبينتشر، وانت بتبدأ كشخص مثلا بتتعاطف معاه وتحبه يعني
الواحد بدأ يحب الشركة لأنه شايف منها استفادة، يعني حتى مش منتجاتها يعني، بس أنا بدأت أحب الشركة لأني حبيت اللي أنا استفدت فعلا بشكل جيد يعني. وطبعا شركة شيل لها مبنى عندنا مثلا في القاهرة، ده خاص بالتدريب، وليها في كل دولة على فكرة، في معظم الدول ليها أماكن، بس مش عارف أماكنها طبعا فين، بس أنا عارف مثلا مقر مصر. أوقات ما بيجوا كل فترة بيعلنوا يعني بصراحة كويس عن تدريب، عن إيفنتات، الكلام ده. المهم فبدأت أقول طب ما دي شركة مش شركات إيه اللي هي بتشتغل في اللي هي الحاجات المنتجات البترولية كويس. هم جم بعد كده بدأوا يدعموا مشاريع خاصة بالسيارات الكهربية كويس. يعني انا متابع معاهم حتى يعني الحمد لله حتى الان احنا مع تواصل بقالنا بتاع 15 سنه مثلا كويس. فبدات الاقي ان هم بيدعموا مشاريع. طب ازاي الواحد بقى يقول ازاي؟ لا بص، هو الموضوع ما فيش فيه اي حاجه من اللي احنا بنفكر فيها دي كويس. هي شركات كويس شغاله في نقط معينه بتنتج حاجات معينه، لو في تطور هتمشي مع التطور هتستفيد برضه. خلي بالك يعني لو اتمنع البترول انا متاكد شركه شيل دي تشتغل في البطاريات، هي مش فارقه معاهم، هو مستمر. وتاني حاجه يعني عدد الدول على فكره العربيات الكهربيه والبتاع ده والحاجات اللي هي بتشتغل بتوفير الطاقه والكلام ده موجوده، بس غاليه وصيانتها غاليه، ده من زمان اللي حصل. حتى شركه تسلا لما عملت العربيه حلت بعض المشاكل، بس برضو ما زال في سعر غالي، فاستمراريه العربيات اللي هي بالبترول لا غنى عنها، فهي مستمره معانا. ما فيش حاجة مثلا من تفكيرنا اللي احنا لا هو احنا لو عملنا كده هيأذونا، ما فيش حاجة من الكلام ده. طيب هرد على السؤال بتاعه لان لسه في نقط كتير. مشاريع الطاقة لا تباع لان هي اوقات فيها مشاكل، من زي مثلا الهيدروجين ممكن يحصل منه مشكلة، بيحصل منه مثلا زي انفجار في ممكن يحصل منه مشكلة، فما زال لسه في اطار التطوير، لكن في مشاريع. لكن هما ممكن يعني خد بالك مثلا ايه، في مشاريع هي الاول بتشتغل للشركات. يعني في واحد مصري قال لي اللي هو عامل اجهزه بتاع ده زي توفير طاقه لشركات كبرى مثلا، هو عامل لهم المشاريع دي كويس. في بس هي لسه عشان الجهاز الكبير ده يتحول عشان يباع للافراد، ده لسه مرحله، لسه بيتجرب، لازم ياخد فتره شويه من التجربه. ففي مشاريع هي لسه مش هتنزل دلوقتي، زي العربيه الكهربائيه ما كانت قبل كده موجوده، مش موجوده لا موجوده، وفي عربيات على فكره كانت معموله بس هي محدوده لان فيها بعض العيوب. يمكن مثلا من الحاجات مثلا غريبه شويه، اشهر عربيه كهرباء اللي انت تسمع عنها ايه؟ هتقول تسلا، شركه تسلا معروفه كلنا عارفينها، لكن في عربيات كهربائيه بي ام وموجود منها في مصر عادي كويس. انت يمكن تقول ايه ده ازاي، ادور هتلاقي دي موجوده عادي اصلا ومن زمان كمان على فكره، انا شفتها من زمان كويس. فتستغرب تقول طب ازاي، لا هو الفكره هي وصلت لنا امتى، او انت سمعت عنها امتى، او الشو الاعلامي يعني كتسويق امتى سمعت عنه، بس مش معنى ذلك اللي هي حاجه مش موجوده او اللي هم بيقفلوا علشان اهداف معينه، لا مفيش الكلام ده. يعني انت انسى فكره اللي هو في حد يمتلك او بيغلق الابداع، يعني مفيش، يعني فكر وابتكر وهم اي حد هيلاقي فرصه هيستفيد منك. يعني عايزين نقفل النقطه دي عشان لسه في نقط تانية كتير. عندنا رقم 2، الاختراع من شخص عبقري بس، ودي بقى برضو نقطه مشكله كتير. لما انا برضو كنت بقى بشتغل في التدريب يجي لي واحد يقول لي هو الاختراع، يبدا يسال كتير، هو عايز يعرف هو عشان يخترع لازم يكون عبقري ولا لا، هل ينفع انسان عادي يخترع؟ اقول لك والله من تجربتي انا كنت بقابل مهندسين يعني ما شاء الله عليهم بجد، يبقوا معانا في مسابقات وتحديات والاقي ما شاء الله يعني مقدم اختراع قوي جدا، اقول له هو انت مخترع يعني؟ حتى في نجوم العلوم يقول لي لا عادي انا مهندس وده مشروع تخرجي. تستغرب تقول يعني الراجل ده ما فكرش بابداع قوي، هو مشى على الاسس الهندسيه بس عمل اضافه، يعني هو فكر في اضافه وجت يعني اكيد ابدع، لكن الموضوع اقصد مش مقترح عبقري. وده برضو انا جربته لما انا رحت نجوم العلوم وبدات اراقب المجموعه اللي معايا واشوف ايه الاختلافات، هل فعلا يعني لازم المخترعين دول يعني، دي كانت دراسه كويسه بجد بالنسبه لي، اللي انا قعدنا 6 شهور مع بعض اشوف هل فعلا انت محتاج واحد عبقري جينيوس عشان يفكر ويبتكر. لا لقيت عادي ناس بسيطه عادي تفكيرها
في اللي بيفكر اكيد في ناس متميزه ما شاء الله عليها يعني كويس، وفي تفكير عادي، لكن ده بيوصل وده بيوصل على فكره. طول ما انت ماشي على الاساس العلمي للاختراع والابتكار هتوصل باي حال من الاحوال. يعني انت بتفكر وتخترع وتبدع، او انت شخص عايز تتعلم عشان تفكر وتخترع وتبدع. هتتعلم الاختراع، هتتعلم يعني ايه ابدع، هتعرف تتعلم. كل حاجه بالتعلم هتقدر توصل لها. طيب عندنا السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم 3، الاختراع بيجي مره واحده او مرحله واحده. ناس كتير تيجي عايزه تسجل اختراعها مثلا معايا، فهو متخيل الاختراع انا عايز اسجله كده، هو جاب الاختراع هيسجله كده. لا طبعا، لازم تتراجع الفكره كويس ونشوف ايه الحاجات اللي ناقصه، ايه هل مبنيه على اساس علمي جيد ولا لا. الموضوع محتاج مراحل. انا شخصيا والله بعيد، والله انا بقول حاجات حصلت معايا زمان. انا كنت عامل اختراعي ومش عايز اعمل فيه اي تطوير، قابلت كذا مهندس نصحوني يعني ربنا يكرمهم، بقى حد يقول لي، اقول له لا الفكره اهي وبتثبت الكلام اللي انا عايزه. بقت الناس تقول لي لا طور عليها، اقول له طب ما انا عاملها اهي وبتثبت الكلام وبتحل المسامير وانا عملت نموذج. قال لي لا. بقت الناس تقول لي لا طور عليها برضه، مفيش مشكله تطور على الفكره، وده مش هيضرها في حاجه، بالعكس دي مميزات هتفيد الفكره. فعلا بدات لما بدات افكر، لا طورت لحد 6 مرات كمان كويس. هنخش على النقطه اللي بعد كده، الابتكار فردي. لا الابتكار ينفع جماعي عادي، ودي بركه كانت تجربتي في ملتقى التحدي والابتكار، اللي احنا كنا مجموعه ومفكر في اختراع. والله يعني ما شاء الله احنا طلعنا، يعني انا ساعتها من مناقشتي معاهم انا طلعت 7 اختراعات واحنا قاعدين، كلها كويسه والله، 7 اختراعات واحنا قاعدين بنفكر. هم كل واحد طلع فكره، يعني ما شاء الله تقريبا احنا طلعنا بتاع 15 فكره ولا حاجه، كتبناهم وكده قعدنا نتناقش واخترنا منهم فكره نعملها. لكن كانت فكره ممتازه بجد. يعني امتى بقى بس ما مش عارف، نفسي بقى فعلا عندنا يعني جهه مهمه في اي حته في الوطن العربي تقدر تجمع مجموعه من المفكرين او المخترعين في الوطن العربي، تجمعنا زي ما احنا جمعنا كهاكاثون كده، ومش تطلع مننا فكره، لا تاخد ال10 افكار دي تستفيد بيهم وتعملهم منتجات، واحنا طبعا نستفيد. كان موضوع ممتاز. ففكره الابتكار ينفع جماعي طبعا، دي ما فيش فيها اي مشكله. رقم 5 عندها الاختراع بيخطي كل جوانب المشكله. انت بتكون متخيل الاختراع بتاعك ده لازم يقفل المشكله 100%. لا طبعا، مفيش حد بيقدر يعمل اختراع متكامل 100% الا ما كنتش انا فكرت في اختراع وفلان فكر في اختراع. احنا بنكمل نواقص ممكن من اختراعات اخرى، فالفكره بتاعتك ممكن عادي تكون هي بتاخد جانب صغير، المهم انها تحقق الجانب ده. رقم 6 عندنا الاختراع هو اكتشاف. في ناس فاكره الاختراع ده اللي انا هكتشف حاجه، لا الاختراع مش اكتشاف. الاختراع ممكن يحصل من حاجه، من مشكله حصلت معايا مثلا، بستخدم العربيه في حصل مش زي مثلا ايه، بعمل مثلا المفتاح اتقفل جوه، يعني سبت المفتاح في العربيه، العربيه قفلت على المفتاح، دي حاجه بتجنن كل الناس كويس. طيب اعمل ايه؟ ممكن افكر دي مشكله حصلت لي فحلها باختراع كويس. واحد مثلا زي مثلا اختراعي العجله باظت منه على طريق سريع مش عارف يعمل ايه، او مثلا يعني ايه واحد مثلا ضعيف شويه، او بنت مثلا سايقه العربيه على طريق سريع العجله باظت، طب تعمل ايه؟ مش تعرف تحلها كويس، يبقى انا اختراعي هيكون مناسب ليها، وهكذا. فده ممكن يحصل بالموقف كويس. هنخش على نقطة بعد كده رقم 7 اللي هو لازم أصنع اختراعي زي ما هو علشان كده يبقى اختراع حقيقي. في ناس بشايف اللي هو مش عارف يصنع اختراعه يعني هو فاشل، والله بجد في ناس مقتنعة أنا مش عارف أصنع اختراعي أنا فاشل، ده مش اختراع. بغريب عنده ما شاء الله فكر كويس، لكن هو بيجي عند الجزء ده وبيبدأ يلوم نفسه ويبقى شاكك في نفسه. لا، الاختراع ممكن نعمل بداية من 50% من اللي احنا مقدمينه في براءة الاختراع، مفيش مشكلة احقق جزء من الاختراع. فالموضوع بيبقى عبارة عن ايه؟ عن بروتوتايب لاثبات الفكرة كويس. فالبروتوتايب ده مش شرط يكون 100% بيحقق الفكرة بتاعتي او الاختراع بتاعي. في نقطة تانية برضو عشان اوصل لك، طيب ايه اللي احنا بيتحول لحاجة صناعية اللي هو اسمه النموذج الصناعي. النموذج الصناعي ده بيتعمل ازاي؟ على الاقل يعني هو ما بين 3 ل 4 مراحل. اول حاجه بتروح جاي عامل بروتوتايب كويس، ثاني حاجه بتعدل على البروتوتايب ده فبتعمل بروتوتايب ثاني لاثبات الفكره، يعني بتقرب ل 80% كويس. ثالث مرحله
بتكون جربت الفكرة وجربتها على الناس، يعني أنا استخدمتها وشلت الجهاز وطلعت لك منه عيوب وقلت لك الجهاز ده تقيل، الجهاز ده فيه كذا، تبدأ تعدل عليه. رابع حاجة بيكون بقى إيه؟ النموذج الصناعي اللي هو بيطلع من التجارب السابقة، بيطلع بالمواصفات بالوزن المناسب بكل حاجة. كويس؟ فهي عشان توصل لمرحلة النموذج الصناعي أنت محتاج 4 مراحل. آخر مرحلة واللي هي الاختراعات، دي طبعا حاجة برضو مشهورة، الاختراعات بتكون فقط في الدول المتقدمة، وتجارب بتاعتنا في المعارض الدولية وتجارب حتى الكويت، وشفنا المخترعين على مستوى العالم معانا من جميع الدول، يعني مش هنقول دولة بعينها، شفت مستوى الحمد لله مستوانا كويس، والموضوع مفيش فيه نقطة دولة دي أفضل. الإمكانيات يعني ممكن أضيف عليها بجد نقطة كمان نخليها رقم 9، اللي الموارد المالية هي بتخلينا نخترع أفضل. يعني الدول أوقات كانوا يقولوا لي كده، لا ما احنا هنفكر، يعني انت فاكر احنا هنخترع؟ لا، دولة كذا فيها فلوس وفيها عندهم موارد مادية كويسة فدول هيخترعوا أكتر. لا بالعكس، أنا عايز أقول من تجربتي وخبرتي، وجود موارد قليلة ومفيش حلول عندنا نقدر، يعني مثلا أنا مثلا ما أقدرش أشتري عربية مثلا دفع رباعي، كويس؟ غالية عليا في بلدي، كويس؟ ما أقدرش أشتري دفع رباعي، طب أعمل إيه؟ أروح جايب عربية عادية وعدلها أنها دفع رباعي. أنا بدأت أبتكر عشان ما عنديش موارد، ففكرة اللي إحنا نحمل كل حاجة مشكلة قلة الموارد، حتى والله حتى لو قلة، لو هنقول التعليم، التعليم عندنا ضعيف، لا التعليم ملهوش دعوة، التعليم على فكرة أنت بتعلمه في المدرسة ده حاجة، واللي أنت عايز تثبته في نفسك حاجة تانية. لازم لو أنت عايز توصل لحاجة اتعلم واجتهد واعرف وفكر وابتكر وجرب واغلط، وبجد والله أي حد يعني لسه في مقتبل العمر كده بقول له جرب وسافر واعمل مشاريع واخسر فيها، وانت صغير هتتعلم، انت ده بيعلمك كويس. لكن وانت كبير بيبقى عندك شوية خوف، لا اللي انت خلاص كبير وخايف تغلط، فالناس تقولك يعني انت كبير، فدي بتبقى مشكلة. لكن في ناس بتخوض التجربة دي عادي برضه، وهو كبير يجرب ويعمل مشروع ويخسر، لكن وانت صغير خد التجربة وما تهملش النقطة دي، لان انت بعد كده هتكبر هيبقى الخسارة بتاعتك صعبة، خسارة نفسية صعبة، اللي انت شخص كبير والناس شايفاك ان انت صاحب خبرة، ازاي تخسر؟ ازاي بالنسبة لك بيحصل لك بعض المواقف وانت كبير كده تخسر فيها، رغم اللي في ناس كبيرة بتعمل مشروع ويخسر تاني مشروع ما شاء الله بيعد بيعود الخسارة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، هي بعض الامور كده حبيت انوه عنها. لو عندكم اسئلة برضو حاول تكتبها لي الكومنتات، اكيد بنستفيد اللي احنا نتكلم ونتناقش عن المواضيع دي. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.